راسك ماشي راسك بط رجله طويله في اتجاه اوباما قال لك يا مهريه على طول يا ولد يا رامي لعيب رامي ربيع على طول يقطع تضرب الحكم هيتقال هناك مره ثانيه اوباما في تكليفات زي ما انا شايف كده اوباما بيدور ماشي اوباما على شماله مصطفى شلبي مصطفى وهاني دخل جوه وعرضيه يا رامي ناصر جاله كرة حلوة قوي أخذها من تحت لفوق جوميز طبعا أنا بيعجبني قوي جوميز وجوده ووقاره الحقيقة ما هوش من المدربين المنفعلين أو اللي بيعمل حركات كتير هي نفس وضع صحيح لدينا دين صحيح رابي أدي محمد عبوان وأدي خط الضغط جرافيكس عبد الله وادي 2 4 6 ابيض داخل المنطقه وصياد على حدود المنطقه وداخل عبد الله وملفوفه عايزه تعلى ترجع لعبد الله مره ثانيه تحطها لاحمد فتوح يعلي فوق احمد فتوح لمسه شلبي مصطفى وتسديده خطيره برافو يا مصطفى اعتقد حصل التواء في الانكر اعتقد بس مش مضربه يعني لا مش مضربه هو بيجري بيحتاج على بالظبط لان انا ما شفتش كده طبعا الانكر بيبقى مؤلم قوي يعني طبعا هل شيكابالا ممكن يبقى له دور في الشوط الثاني وتسحب رضا سليم بدل من حسين بدل محسن الشحات